كل القائمين على المشروعات اللي هيتم افتتاحها النهارده. وانا يعني بقول ان احنا كنا توقفنا خلال الفتره اللي فاتت عن الافتتاحات ديت، وانا بقول للناس اللي بتنظم الافتتاحات انا مستعد يوم بعد يوم لمده شهر او اتنين او ثلاثه نفضل نفتتح اللي عملناه عشان نوريه للمصريين. مش احنا اللي عملناه، مش احنا اللي عملناه، ده احنا كلنا كمصريين وكدوله باجهزتها بمؤسساتها اللي عملت عشان تغير حياه المصريين. وانا بقول الكلام ده وبكرره وبقول احنا كلنا محتاجين نتكلم كتير ونكرر الكلام كتير والاعلام يتحدث كثير عشان يقول للناس يا جماعه يا مصريين ما تخلوش حد ابدا يعني كانوا في القران يقولوا فسحروا اعين الناس. سحروا اعين الناس، يعني ايه سحروا اعين الناس؟ يعني خدعوهم، يضحكوا عليهم ويقولوا لهم ويشوهوا الحكايه. وده امر احنا مسؤولين مع بعض كلنا، الدوله بمؤسساتها باعلامها انها تبقى هي الحامي المدافع عن وعي المصريين. عشان انا ملاحظ ان بقالنا شهور وانا قلت الكلام ده قبل كده بيحاولوا كل يوم 1000 و2000 يعني شائعة وتكذيب وتحريف وإفك. فالناس معذورة برضو، الناس بسيطة والناس مشغولة في أكل عيشها وفي حياتها اليومية، فهو مش هيقعد يدقق في كل اللي احنا بنتكلم فيه ده. فاحنا محتاجين ان احنا نكرره ونتكلم فيه. وكل مسؤول وهو بيفتتح موضوع او مؤتمر او كلام من هذا القبيل لازم يعدي على حتة الوعي ويتكلم فيها. الناس هتزهق؟ لا، الناس مش هتزهق، الناس عايزة تبقى دايما مطمنة وتعرف. وانا بقول لكم يا مصريين اللي بيتعمل، وانا حلفت مرة قبل كده ومش عايز اكرر الموضوع ده تاني ما يصحش، ان اللي بيتعمل او اللي اتعمل خلال الاربع خمس سنين اللي فاتوا دول ده ما يتعملش في 15 20 سنة. وده مش كلام وبقول اللي عمله هو اللي عمله مين؟ انا؟ الدكتور مصطفى؟ الوزارة يعني؟ لا، دي شركات مصر وكل المصريين اللي عاملين في المشاريع ديت. احنا بنتكلم في 4 5 مليون. قولوا لي لو ما كانش الشغل ده بيتعمل الناس دي كانت هتعيش منين؟ رجع من ليبيا مليون ولا مليون ونص يشتغلوا فين؟ ياكلوا منين؟ لكن النهارده احنا بنقول طب احنا هنفضل نشتغل كده على طول؟ يعني ممكن تخلص 2052؟ يبني، يعمر، يصلح، ينتج عشان الناس تعيش. قبل ما انهي كلامي عايز اقول ان القطاع الخاص ولسه كانوا بيتكلموا على